السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم كوكي سادسي مع مريم. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، واليوم الوصفة تحت الطلب ديالكم. غنقدم لكم روتين شامل او وصفات اللي كتساعدكم على ازالة الحبوب واثار الحبوب، يعني البتور واثار ديال البتور بشكل نهائي من البشرة، وغتعطيكم نتيجة رائعة ونتيجة مرضية، غتكونوا سعيدين بالبشرة ديالكم بعد استعمالكم لهذه الوصفات. الناس الذين يشاهدون قناتي لأول مرة لا تنسوا الاشتراك في القناة، وذلك بالضغط على زر ابوني الموجود أسفل الفيديو، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، ولا تنسوا نشر فيديوهاتي ليستفيد الناس من هذه الفيديوهات التي أقدم على القناة. سنبدأ لكم بالمرحلة الأولى، سنحتاج فيها هذه المكونات. كما أقول دائما، مكونات وصفاتي هي مكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت. سنحتاج إلى ملعقة من الحليب السائل، يمكنكم استبداله بالياغورت الطبيعي، الزبادي أو الروب. سنحتاج إلى ملعقة من العسل، يفضل في الوصفات الطبيعية استعمال عسل النحل. بالنسبة للبنات يعني في المغرب، يمكنكم استعمال عسل شفاء أو عسل زمزمي، يكون ثمنه يعني رخيص بالمقارنة مع عسل النحل، عسل النحل الطبيعي، ولكن تكون لديه فعالية جيدة، ليس إشهار فقط للإشارة، لأن تأتي مثل هذه الأسئلة ماذا يمكن استبدال يعني العسل النحل. سنحتاج إلى ملعقة من عسل النحل، وسنحتاج إلى ملعقة من الكركم. هناك نوعين من الكركم، يعني هناك نوع يعني كركم خاص بالطعام والكركم خاص بالتجميل، لكن أغلبية الناس يستعملون الكركم الخاص بالطعام، ولديه يعني نفس الفائدة بالمقارنة مع الكركم الخاص بالتجميل، لكن طبيعة الحال هناك اختلاف بين كركم الطعام وكركم التجميل، لكن لا بأس استعملوا كركم الخاص بالطعام. يعني أكثرت الكلام في هذا الموضوع، استعملوا الكركم الخاص بالطعام في هذه الوصفة. سنبدأ الآن مراحل تحضير هذه الوصفة، أو يعني المرحلة الأولى من هذا الروتين. سنأخذ إناء بهذا الشكل، سنضع فيه ملعقة صغيرة من الكركم، يعني لا تكتروا الكركم، فقط ملعقة صغيرة. سأضيف إليها ملعقة صغيرة أيضا من العسل بهذا الشكل، وسأضيف ملعقة صغيرة من الحليب، يعني فقط قوموا بعمل كميات صغيرة. سأقوم بمزج هذه الثلاث المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط بهذا الشكل. قمنا بتحضير هذا الخليط، سنقوم بتطبيقه على الوجه بكامله وعمل حركات دائرية لبشرة الوجه بهذا المزيج لمدة 3 دقائق. يعني هذه المرحلة فائدتها هي تنظيف البشرة من الزيوت الموجودة فيها ومن الأوساخ ومن الشوائب تكون في البشرة، يعني سنقوم بدلك البشرة بهذا المزيج لمدة 3 دقائق. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد. لا تستعملوا الصابون في هذه المرحلة، فقط قوموا بتنظيف الوجه بالماء فقط، تنظيف جيد للوجه. يعني المرحلة الأولى هي تنظيف الوجه بهذه الوصفة. سنمر للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية سنقوم بعمل مقشر للوجه. بعد أن قمنا بتنظيف الوجه بشكل جيد، سنقوم بعمل مقشر. سنحتاج فيه إلى ملعقة من زيت جوز الهند، وسنحتاج إلى سكر خشن أو سكر حبيبات، فقط ملعقة من كل مكون. قمت أخذ إناء، سأضع فيه ملعقة مملوءة من زيت، عفوا، من سكر الخشن، وسأضيف ملعقة من زيت جوز. هنا بعد أن قمت بإضافة زيت جوز الهند لأنه لونه أبيض وصلب، يعني لا يظهر مع السكر حبيبات، نقوم بمزج هذه المكونين جيدا مع بعض، يعني السكر مع زيت جوز الهند. بعد ذلك نقوم بفرك البشرة، يعني بعد تطبيقنا للوصفة الأولى وتنظيف بعد تطبيقنا للوصفة الأولى وتنظيف الوجه بشكل جيد، نقوم بعمل تقشير للوجه بهذا الشكل، يعني باستعمال زيت جوز الهند والسكر. وزيت جوز الهند والسكر يعتبر من أفضل المقشرات للبشرة، أنا يعطي تقشير وتنظيف رائع جدا للبشرة. نستمر على هذه الطريقة لمدة 3 دقائق. يجب الفرك بلطف على البشرة لمدة 3 دقائق بهذا الشكل، وعمل حركات دائرية. ستحصلون على ترطيب، وفي نفس الوقت
ستحصلون على تنظيف وتقشير رائع جدا للبشرة. بعد ذلك سنقوم بغسل الوجه جيدا بالماء وإزالة هذا المزيج من على البشرة، وسنمر الآن للمرحلة الثالثة والمرحلة المهمة في هذا الروتين. للمرحلة التالية سنقوم بعمل وصفة التي ستساعدنا على تبييض البشرة وتخلص من البتور بشكل تام ومن آثار البتور. في هذه الوصفة سنحتاج للمكونات التالية: سنحتاج إلى ملعقة من النشا، إن شاء الله سأقوم بكتب المكونات في صندوق الوصف، سأكتب لكم جميع مكونات هذا الفيديو. سنحتاج إلى ملعقة من النشا، ملعقة من العسل، ملعقة من الكركم، وملعقة من الحليب. سنبدأ تحضير هذه الوصفة. سنأخذ ملعقة من النشا، سأضيف إليها ملعقة من الكركم، وسأقوم بمزج هذه المكونين جيدا مع بعض بهذا الشكل. بعد ذلك سأضيف العسل، ملعقة من العسل، وأضيف القليل من الحليب، يعني الحليب نضيفه بالتدريج إلى غاية أن نحصل على القوام الذي نريده في هذه الوصفة بهذا الشكل. سأضيف الحليب ونمزج هذه المكونات جيدا مع بعض. يجب الحصول على خليط كريمي متجانس بهذا الشكل. ويكون هذا هو قوام الخليط. يمكن أن يكون أثقل يعني بقليل من هذا القوام، يمكنكم عمله يعني إضافة النشا لتحصلوا على خليط ثقيل نوعا ما. بعد ذلك سنقوم بتطبيق هذا المزيج على بشرة الوجه، نتركه إلى غاية أن يجف مدة 20 إلى 30 دقيقة. بعد ذلك سنقوم بتنظيف البشرة بالماء البارد، ويمكنكم استعمال الصابون لإزالة بقايا الكركم على البشرة. وبعد ذلك نقوم بعمل مرطب للبشرة، يعني بعد انتهاء من هذا الروتين وعمل كل هذه المراحل تنظيف تقشير وعمل هذا الماسك، بعد ذلك نقوم بعمل ترطيب للبشرة. يعني كما أقول في جميع الفيديوهات، الترطيب مهم جدا بعد الوصفات الطبيعية، والترطيب اليومي هو اللي يعطي يعني بشرة نقية وبشرة رطبة وبشرة لامعة ونضرة. بعد عملكم لهذه الثلاث الوصفات، المنظف الذي حضرنا في أول الفيديو، المقشر وهذا الماسك، ستحصلون على بشرة خالية من البتور. صدقوني ما عليكم فقط تجربة هذه الوصفة، لأنها أكيد ستنال إعجابكم وستعطيكم نتيجة رائعة. هذا الروتين يمكنكم عمله مرتين في الأسبوع والمداومة عليه، ستلاحظون الفرق يعني من الاستعمال الأول، لكن فرق تدريجي إلى غاية تخلص نهائيا من الحبوب ومن البتور ومن آثار البتور الموجودة على البشرة. شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، لا تنسوا زيارة حسابي على الانستغرام علمكي، سأتركه لكم أسفل هذا الفيديو. لا تنسوا نشر هذا الفيديو ليستفيد منه العديد من الناس. اتركوا لي تعليقات أسفل هذا الفيديو، سأكون سعيدة بالإجابة على تعليقاتكم. شكرا على تتبعكم وشكرا على وفائكم الدائم. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.